إذن عن حالة السماء خلال يوم الغد، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بحول الله أجواء مغشاة تقريبا على جل المناطق الشمالية خاصة الوجه الشرقي، احتمال لبعض الزخات من المطر على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية الوسطى وأقصى الجنوب. درجات الحرارة كما قلت خلال ليلة اليوم ستعرف درجة مقارنة بالأيام الفارطة، ننتظر 19 درجة فقط على المشرين عامة والبيض، 22 درجة على تلمسان ووهران، كذلك تيزي وزو والبويرة، 24 درجة على السواحل الوسطى والشرقية، ننتظر 23 درجة على تنرسات وجانت، ترتفع لغاية 32 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد تراجع لدرجات الحرارة تقريبا على كافة المناطق الشمالية، ننتظر 29 درجة على العاصمة بومرداس تيبازا تيزي وزو والبويرة، 30 درجة على وهران وتلمسان، 32 درجة على كل من معسكر غليزان شلف حتى على المشرين عامة والبيض والسواحل الشرقية، 38 درجة على بشار، 36 درجة على تندوف، ننتظر أعلى مقياس على الصحراء الوسطى 45 درجة وتحت الظل. البحر خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بحول الله بحر من هادئ إلى قليل اضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة شرقا معتدلة على الواجهة الغربية وكذلك الوسطى. والبقية تقول خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم الجمعة إن شاء الله اضطراب جوي سيخص الواجهة الشمالية، احتمال بعض الزخات من المطر تحت وقع رعود ستخص السواحل والمناطق القرب الساحلية وكذلك منطقة الأوراس، أجواء غائمة على شمال الصحراء الصحراء الوسطى، درجات الحرارة في تراجع. أما خلال يومي السبت نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم إن شاء الله هبوب رياح قوية ستخص الواجهة الساحلية الشرقية، أقول عفوا الوسطى والغربية، سحب تكون أكثر كثافة على المرتفعات الداخلية، احتمال بعض الزخات من المطر لتلتحق على السواحل الشرقية، رعود منعزلة على شمال الصحراء، درجات الحرارة في استقرار.